بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ده بقى اداء الكربراتير اللي جات المربع على العربيه بعد ما عملنا له الصيانه. ما تنسوش تشوفوا الفيديو القديم بتاعه عشان تقدروا توصلوا انتوا بنفسكم للنتيجه ديت اللي انتوا شايفينها دي. الحمد لله فضل رب عليا، احاول ان انا اقرب لكم المايك كده من صوت المكنه عشان تشوفوها او تسمعوا صوت الموتور اللي انتوا شايفينه. احمدك اللهم اشكر فضلك، هذا من فضل رب عليا، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانك. زي ما انتوا شايفين تعالى معايا كده ورا كده نبص كده على الشكمان. نستأذن حضرتك تزود كده يا فندم. زي ما انتوا شايفين حضراتكم مفيش أي بخرة، مفيش أي دخان. أحمدك اللهم اشكر فضلك. شكرا يا فندم. أحمدك اللهم اشكر فضلك. هذا من فضل رب عليا. ده أداء الكربراتير اللي جاتا المربع بعد ما اتعمل له صيانة من فضل الله عندي. ما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانك. طبعا كان جاي مفيش مسمار الهواء مش شغال، دلوقتي مسمار الهواء اشتغل. تعالوا توطيه، وزي ما انتم سامعين كده لو الصوت جاي لكم تعتبر العربيه مفيش فيها صوت خالص يعني. احمدك الله مش زي ما قلت لكم، ما تنسوش تخليش المعلومه تقف عندكم بس، شيروا عشان غيركم يستفيد. اشوفكم ان شاء الله فيديو تاني.